ما هو ما ينفعش كده، ما يبقاش البيت بيت ابونا ويجي الضيوف يطردونا. في ايه يا كريمه؟ عايزك في كلمتين يا عبد الحكيم بره. في ايه يا ولي؟ ما انا لو ما قلتش اللي في نفسي هموت يا عبد الله. قولي يا كريمه. خير؟ لا مش خير طبعا. اسمع بقى، هقول لك كلمه واحده تحطها حلقه في ودنك. البيت ده بيتي انا، وانا بس اللي اقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي، وكل اللي في البيت ده ضيوف عند كريمه. في ايه يا ولد؟ اتجننت ولا ايه؟ اه طبعا اتجننت. لما اخوك يطرد اخويا من بيتي يبقى اتجننت وهتجنن اكتر. يطرد مين يا ولد يا مجنون؟ ما احنا قاعدين مع بعضها. عبد الحكيم قدامك، اسالك قدامني حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش يا كريمه. ايوه ما حصلش. الحاج علي، الحاج علي انا اني ما عرفتش اربيكي بعد ابويا الله يرحمه توفى. اتفضل اطلعي فوق، اطلعي فوق. عيب يعني تخش على الرجاله وتعمل اللي بتعمله ده؟ ما ينفعش. لا عشتي ولا كنت يا كريمه. لا حصل يا كريمه. بس ده كان سوء تفاهم يا ست كريمه وخلاص راح لحاله. لا يا اسحاق، ما كانش سوء تفاهم ولا حاجه. انا غلطت في حاج عبد السلام، بس احنا طول عمرنا اخوات وياما بنتخانق ونغلط في بعض، لكن بنرجع نتعاتب ونتصالح تاني. انا وهو بس اللي لينا الحق في ده، انما انت مش من حقك تساليني يا عامل عبد السلام كيف. لا انت مش واخد بالك، انا من حقي تالت ومتالت في البلد ده اقول كل اللي انا عايزاه. وانا كلمه زياده. خدني فوق، خدني فوق يا كريم، حسقط منيكم. مبسوط؟ تعال انت كمان. لا مؤاخذة يا عبد الله، سامحني يا اخويا. تعال تعال تعال، بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك إيه بس يا عبد الله؟ أنت مش فاهم حاجة. أنا مش عايز أفهم. لازم تفهمي. لازم تفهمي إن اللي عملت إيه ده؟ خلى رقبتي قدام الخلق زي السمسم. ما عادش ولا كان اللي يخلي رقبتك زي السمسم. ما أخويا برضه. أخوكي أخوكي يا كريمة، ده أنت كان ناقص تدعم حكيم أخوها قلمين على أسدابه عشان ترتاحي وتحكمي. حقك عليا، والله العظيم ما دريت بعمل ايه، الشيطان سحبني. طب هقول لك حاجه، انا هنزل اتغسل. اقعدي. رايحه فين؟ رايحه تزود التنبله؟ بص يا عبد الله، والله العظيم ثلاثه من ساعه ما الجماعه دبوا رجليهم في البيت هنا وانا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل، وكل ما ابص لفوزيه وجبريه احس ان هما بيدبروا لي مصيبه عايزين يوقعوني فيها. طب اقول لك حاجه، مالكش عليا يمين، لو عبد الحكيم لوحده هو اللي هنا وقال لي امشي اطلعي بره يا كريمه، والله العظيم هطلع بره من غير ما افتح بوقي. عارفه يا كريمه اللي انت عملتيه ده حسسني بيه؟ حسستني عاجز بعد الشر، عشان خاطري ما تقولش كده. الشر ولا حر يا كريم، انا عاجز فعلا. الراجل جاهد على كرسي متحرك، لا قادر اتحرك ولا قادر اعيش ولا نعيش. خسرت كل اللي ورايا واللي قدامي، ومحتاج عبد الحكيم اخويا يوقف جنبي، محتاج كل حد يوقف جنبي. قمت انت دخلت بزعبيبك، خليتني ما بقتش عارف اعمل ايه. احب في اخويا اللي جاي يوقف جنبي وحياتي في ايديه، واقول له لا انت مالكش حق يا عبد الحكيم. الكلام الماسخ اللي انت بتقوله ده يا عبد الله، محتاج له ده ايه؟ اطلب حقك، ولو رفض يديلك حط صوابعك الاثنين في عينيك. هيا كفايه يا كريم، الله يخليك. يلا قومي قومي، سيبني اقعد لوحدي. قومي. هقوم، بس قول ان انت مش زعلان مني. ابقى كذاب؟ طب قلت لك اني مش زعلان منك، ابقى كذاب يا كريم. قومي خلي البيت توداد تعمل غدا عشان الناس ما لهمش ذنب. قومي.
بتعملي ايه يا مرات عمي؟ ولا حاجة، هعمل ايه يعني؟ اتخضيتي ليه؟ شفتي عفريت؟ ده انا بني ادمة حتى زي زيك اهو. وفي ايدي وفي ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ واقفين كده ليه؟ مفيش حاجة يا ماما، اصلي يعني كنت عايزة اخد ودي كده مع مرات عمي شوية، اصلها وحشاني قوي، صح يا مرات عمي؟ صح يا اختي صح. طب تعالي بقى، تعالي افرجك على الفيلا هتعجبك قوي. تعالي. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمة حاجة. في ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ تعالي. ها؟ عيب. والله العظيم عيب. لما انا اللي لسه ما طلعتش من البيضه شفتك بتعملي كده. امال لما اكبر وابقى في سني كده قدك يا حاجه اللي زورتي بيت ربنا على حسب ما سمعت اعمل ايه؟ انت فاهمه غلط. لا انا فاهمه صح كويس قوي، وعارفه ايه اللي بيدور في دماغك. عايزه تعرفي ايه؟ قوليلي هجاوبك على فكره. اقولك على حاجه، اصلا الوحيده اللي في البيت ده اللي عارفه كل باب مقفول بيتقال ورا ايه، فلو عايزه تعرفي حاجه اساليني انا. خبر ايه يا بنت كريمه؟ لعلمك انا ما كنتش بصنط وكنت هدخل اطمن على ابوكي. والله تعدي يا بنت وانت بتتكلمي معايا، والا قسما بالله. كملي. هتعملي ايه؟ عامه انا مش هقول لهم انت كنت بتعملي ايه. عارفه ليه؟ عشان احنا ما عندناش حاجه نكاف حد يسمعها. قاعدة لوحدك ليه يا عمتي؟ وانا لقيت حد يقعد معايا وقلت لا، ده انتوا كل واحدة منيكوا في ناحية زي ما تكونوا بتهربوا من بعض. ما تقوليش كده يا عمتي، انت حتى والله منورة الدنيا كلها. عزت؟ اه انا في البيت. طيب حاضر هبلغهم. أبوكي في حاجة؟ هيحجزوا على الفيلا يا عمتي. صراحة كده أنا ما دخلش في دماغي إن أبوكي اتضحك عليه الضحكة دي. عزت ده شغال عندكم من زمان؟ إيه؟ أصل شكله واخد عليكم جوي. آه فعلاً.